وسهلة وفي ما بقدر أقول سر أسرار أو في اختبار، اختبارات كتير منعيشها ما فينا نحكيها. عنده أشياء واختبر اختبارات كتير قوية، لأنه إذا قلناها بتصير كذبة، وإذا ما قلناها كمان كذبة. يعني بعطيكم مثل، مرة كنت ببيت ما بعرف كم مليون دولار حقه هالبيت، طابق ببنيات هيك مهمة بلندن، طبعاً حدا من العرب والسعوديين، وأنا رايحة هالقدة الشنطة فيها كتاب وكم شغلة. بالليل قمت أروح شوف الأوضة اللي فيه فاكس لأشوف إذا أجيني فاكس من أمريكا، لقيت شي هيك فيت على الأوضة، قلت أنا راحت علي. كل مرة اختبار غير شكل عن التاني، طاقة نور فاتت ومدري وين رحت، وقال لي ما فيك تجي نحنا منجيبك، بس ساعة بدك تروحي قولي لي. بعدين مطرح ما أنا رحت شفت ساعة ونص بس هيك هيك. تاني يوم حدا من الخادمات بهالبيت قالت لي أنا ما كنت أحب المسيح بس امبارح شفته. وست البيت ما فيني إلكن منية قالت لي يا ريت فيني أشوف اللي أنتوا شفتوا. قلت لها بس أنت صاحبة هالمال وصاحبة هالثروة وكل شيء، وهالخادمة اللي عندك طلبت أختها تجي ما جبتيها بكل ثروتك يعني وحرس واللي بدك إياه. هالاختبارات كلنا بنمرق فيها وأنا عايشتها وهو عايشها، وما بعرف إذا بيقدر يحكيها. أيوب عندي عاشة بالبيت، كتار بيجوا لعندي على البيت بيشوفوا إشارات، الإشارة بشارة ما تتعلقوا فيها، في إشارات شيطانية وفي إشارات رحمانية ورجمانية. إنت وين مستواك؟ إنت شو أحلامك؟ الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. إنت كل ما نظفت حالك بتيجي الألوهية لعندك، الحي القوام، هيدا الحي القيوم. الله بيجي لعند الموجة إذا الموجة عم بتفتش على المحيط. خذ أول خطوة، بأول خطوة ما يكون عليك دين لا مادي ولا معنوي، ادفع للأجير أجره قبل أن يجف عرقه. هني ما بيحبوني، هيدا دورهم. إذا الكلب عم بينبح بروح بنبح أنا، هي شغلته يعني. ما فيني لكم الإزعاج اللي بالحي، بس كل ما واحد عم بدق بصير بقول أنا كلمة بحبها، الله الله حنا حنا ضرب الطبل شو ما كان، وبفتش أي متى بدها تخلص بعيون السمين وروح أقعد بعيون السمين شيكوخ، أو بالأردن أو بسوريا أو بالخنشارة أو بالجنوب. ما فيني بدي أعيش مع جماعة ثلاثة أربعة خمسة وبس، ترك سكرنا البيت. العالم كله فيك، وفينا انطوى العالم الأكبر، وما في لزوم تروح لمطرح بطرفة عين، بتروح بتغيب بتشوف الأسرار وبتشوف شو بدي أخبركم. بصير سخيفة إذا حكيتها، ما إلا كلام. تاجور هو عم بيموت قال لهم بدي أقول شيء، قالوا له تركت ألوف من الأشعار، قال لهم بس اللي بدي أقوله ما إلا كلام، صار يبكي. سقراط كمان، أرسطو، كل المسيح قال لتكن مشيئتك واهتزت الأكوان. محمد أتممت عليكم دينكم، وراح ودع أخوته بأخوته شهداء أحد يلي مثلنا كانوا، ما ظلم حدا، ما رجم، احترم احترام ورحمة. ما بعرف انت شو فيك تقول. كروس كارنتس، روبرت بيكر، من اهم برضو الناس يلي حكوا في موضوع الأشعة يلي موجودة حوالينا، حكى بالجسم كيف شو كهربة هالجسم وكيف بتعالج، كيف بنوصل بهال الأورا، عورة أورا، هيل أورا ميتر. يعني أول شيء بدنا نحكيه كروس كارنتس، هذا الكتاب بيحكي على موضوع هل كل هالأشعة وهالموجات اللي صارت موجودة حوالينا اللي هي منها طبيعية وشو عم تعمل بالجسم، شو عم بتسوي فينا قاعدين. بارح كنا عم نحكي على شغلة كتير مهمة، وشوف الدواهي كيف بيشتغلوا، اللي هي الإنترنت اللي موجودة في كل بيت، الواي فاي. هلا الواي فاي بنعرف صار خلص كل بيت في عنده هالانترنت اللاسلكي، راوتر شغال وعم يشبك على اللابتوب على التادز على شو مكان وعم يشتغل على الانترنت.
هلا هل واي فاي يلي موجوده عم تشتغل على موجه اللي هي 2.4 جيجا هرتز؟ احنا العرب للاسف هلا عبيد، ما حدا فينا بشوف يعني. لما يتقدم لك شيء بس شو هو، لما حدا يعطيك دواء اقلب وتفرج شو هالمكونات او الاعراض الجانبيه او هيك او هيك او هيك او هيك، بس شوف شو هو. هالواي فاي يلي موجوده في كل بيت 2.4 جيجا هرتز، نفس التردد يلي موجود في كل مايكروويف في كل مطبخ. 2.4 ليش بيستخدموها بالمايكروويف؟ لانها بتضرب شغلتين، الميه والكربون. طبعا بدها تضرب الميه والكربون لانه الاكل يلي بينحط بالمايكروويف لازم يسخن. اذا هالموجه ضربت هالشغلتين حيسخن الاكل، طبعا حيموت في الطريق لسبب المايكروويف بيموت، لكن حيسخن الاكل بسبب الاهتزاز القوي كثير، وبنفس الوقت حيموت. الانترنت يلي موجوده في كل بيت الوايرلس هي معموله بنفس الموجه هاي. التليفون كل الانترنت يلي موجود عليه يلي انا ماسكه على داني نفس الموجه. الباد يلي ماسكه بايدي او التليفون التاتش يلي ماسكه في ايدي يلي هو اصلا غلافه معدن، مجرد ما انا ماسكه في ايدي ماشي في هال، يعني كاني حاطط ايدي جوا مايكروويف ضعيف، حيموتني شوي شوي مش بسرعه. نفس المبدا، ماسكه في ايدي قاعد جنبه، موجود في البيت، موجود حوالي، كاني حاطط ايدي جوا المايكروويف لكن بسيط. هلا النقطه للي عندهم خبره بالفيزياء، هون الحبكه في الموضوع. لسه ما بيكفي هالمصيبه يلي عم نحكي فيها، لسه في مصيبه اكبر منها. شو هي هلا؟ هالواي فاي او هالاشعاع اللاسلكي اللي موجود عم يمشي انترنت، هاي جهاز الكمبيوتر، هاي الراوتر، عم يبعت اشاره عم يستقبلها الكمبيوتر، عم يبعت اشاره عم يستقبلها الكمبيوتر، والكمبيوتر عم يبعت وعم يستقبل، هاي في تواصل. الاشاره كيف هي؟ 0100101، يعني في نبضه ما في نبضه، في نبضه ما في نبضه، هيك هي الطريقه اللي بيشتغل فيها الكمبيوتر. ماشي هالموجه، مره مشيت قطعت تتوصل المعلومه. لكن يلي ما بيعرفوا حد انه 2.4 شبكت مع الميه ومع الكربون يلي موجود جوا الجسم، شبكت مع يعني شبكت مع الجسم مثل ما بيشبك الراديو مع قناه او التلفزيون مع قناه معينه، شبكت معها وهالموجه ماشيه وهالجسم ما فارق معها كثير. هالواحد صفر صفر واحد مهم، بس انه ما فارق معها كثير، فارق معها شغله ثانيه. هالموجه يلي ماشيه ممكن وهي ماشيه تصير تضعف نتفه وتقوى، ماشيه تضعف تقوى تضعف تقوى، ما اثرت على الكمبيوتر، ما اثرت على المعلومات اللي عم تمشي، لكن نفس السيجنال عم تضعف وتقوى، عم تعمل اهتزاز. هلا هالاهتزاز يلي عم تعمله بما انه شابك مع الجسم، صار الجسم زي راديو عم يستقبل هذا الاهتزاز يلي عم يصير. ببساطه لو خليته يهتز بسرعه 20 مره بالثانيه، موجات الدماغ لما يكون الشخص مرتاح نفسيا بتكون الفا ويفز، لما يكون مرتاح اكثر بتصير دلتا ويفز، جاما ويفز، بصير تنزل شوي شوي. لما يكون الجسم كثير معجوق بتكون بيتا ويفز. لما يكون بتعرف الحياة اليومية عم يحكي عم يسوي عم يشتغل عم يروح عم يجي منرفز، بده ياكل بده يدخن بده هيك، النرفزة ما فيك تحكي بتصير تسعود. هاي الحالة النفسية بكون الدماغ بوضع البيتا يلي هو خلينا نقول الدماغ عم يهتز بسرعة مثلا 16 فما أعلى، يعني 16 مرة بالثانية فما أعلى الدماغ عم بيهتز، نزلت صار ألفا، نزلت صار أقل، نزلت صار أقل، اللي هو النوم والميديتيشن وهذا الكلام. بمجرد ما خليت هالموجة تهتز بسرعة 20، فوراً الجسم رح يحول اهتزازه للعشرين، فوراً رح يصير الإنسان في جنون. يعني بإمكاني أبرمج الشعب مثل ما بدي. هالباد يلي ماسكه أنا لكل الأطفال للأسف هلا ماسكينه، ننتبه الإنترنت يلي بالبيت قد ما بقدر أطفي الوايرلس وأخلي سلك. الباد ما اضوي الانترنت الا لما بتلزمني. الكمبيوتر اذا بقدر خلي كيبورد خارجيه وماوس خارجيه سلكي تما اتعرض لهالذبذبات، لانه شايفين اهل الشر شو عم بيعملوا بالعالم. ما بامكاننا نتخيل او نخمن شو ممكن يكون عم يعملوا بهالبشر. حكينا قبل هالحلقه على باتريك فلانيغان يلي عمل جهاز بيخلي الانسان يسمع بلا ما يكون في اتصال بالقناه السمعيه، يعني اي شخص ما بيسمع فيه يركب هالجهاز على الجلد وفورا يسمع الصوت جوا كانه موجود جوا العقل.
بسمع الصوت كأنه موجود جوا. نفس الاختراع هذا بإمكانه يعمله بطريقة يلي أنا ما أسمع الصوت لكن تصلني الرسالة، ومش بالضرورة يكون في سلك موصل بجسمي فيهم يعملوها من الساتلايت. شو الحل؟ أكيد إنه كان يشوفوا دائماً إنه المكان يلي طاقته كويسة ما بتوصلوا هاي الأمور. كانوا في أماكن تكون عم تصلوا خلينا نقول ذبذبات كتير تعيسة وصعبة ومن هذا الكلام، يروحوا يشغلوا شيء بيعمل ذبذبات الأرض عن طريق بطارية أو عن طريق أي شيء، وفوراً يشوفوا إنه زي اللي طغى عليها وما عاد في لها تأثير. الإنسان يلي بيكون حتى في اليابان لما رموا على هيروشيما وناغازاكي، الأشخاص يلي كانوا بيقولوا في حالة مديتيشن كانوا في حالة إنه ذبذبات جسمهم كتير بطيئة يلي هي في سلام موجودة شوي 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 شوي، ما كانوا يتأثروا بالإشعاعات. فالحل أول شيء منشيل هاللاسلكي قد ما بنقدر، نركب الأسلاك، وتاني شيء إنه نشتغل على نفسنا تنكون إحنا بسلام قد ما بنقدر. نحط زريعة كتير طبعاً في البيت، نحط كذا تنقوي هالطاقة الإيجابية اللي موجودة بتطغى على هالطاقة السلبية. وغير هيك بدنا نتحمل المسؤولية تنقدر نشيل هالشر من هالعالم، مش بالعنف وبالطائفية والمذاهب والحكي الفاضي والزبالة اللي عم بيعملوه العرب هلا، لا، بالوعي وبالسلام وسيف الله يلي بيمشي من خلالي مش نفسي اللي عم تحكمني على أساس. بحكي تعرفت عليهم شخصياً وعشت معهم، اثنين هالعلماء بالعالم، نادر خليلي ورالف نادر، رالف نادر أمه بيه من شرطه. خيه مات بالسرطان وعرف بسبب هالطاقة يلي هي المايكروويف. نحن منخلق من جوا لبرا، المايكروويف بدفي الأكل من برا لجوا، من برا لجوا، من برا لجوا. مشان هيك أوقات بالمطعم بتلاقيها سخنة من جوا مسقعة بعدها. انتبهوا، وجت أمه لعنا على بيت سما سنتر بأمريكا وقالت لي هيك هيك القصة وشو لازم نعمل. المايكروويف شيلوه من بيوتكم أول شيء. ثانياً الإجرين قد ما فيكون نمشي كل يوم ولو ساعة. أنا بالأشرفية بتمشى بالأشرفية، ولو ما عندك سيارة، ما عندك بادي جارد، ما عندك هيك، مشان هيك ما بيحترموك هالناس. شكراً، ما تغضبوا عليهم، هالقد بيعرفوا. أوقات بسأله شو اسمك؟ بيقول لي أحمد. بيقول له ولو كيف عاش عمر يا أحمد؟ معك حق. هلأ رامين بلبنان وأنا واحدة من الضحايا، ما فيني لكم ولا مرة شفت شعري بهر هيك كل يوم. ميشو ما تلفنت له، فكرت فيه لقيته قدامي. عم بحكيكم أسرار هلأ، حضرة اسمه. وقال لي شو أعمل؟ بدي أحلق شعري كله مثل ما الرجال بس يروحوا على الحج. رحتوا شو مره على الحج؟ بيروحوا او راحوا على الكعبه على المكه ولا شيء، بس يطلعوا بيقصوا شعرهم من هون كلهم، بالمسيحيه، بالاسلام، باليهوديه، البرايميين، الرينبوز، بس تقصوا هالشعرات يلي هون كل الطاقه السلبيه بتروح. بالمسيحيه بيجدلوا الشعر ثلاثه، أب ابن روح قدس، جفر، ومنروح على مطرح كنيسة بسيدة خلدي، إسلام ومسيحية، كلنا نروح نص شعر أولادنا ونعلقهم بالشجرة. محمد كان يجدل. فإذا الشعر اليوم ضربته الطاقة الشر، وضربته بلبنان، بالجنوب، بكل المناطق، بس ما انضربت وين؟ بإسرائيل. عم بيجربوا يضربوا الفلسطيني، ما عم بيقدروا. الطاقة الفلسطيني واليهودي وحدة، في عندهم طاقة إخوة، كلنا أولاد الله. مشان هيك عم بيشوفوا شو بدهم يعملوا بهالفلسطيني تلاقوا له طريقه يضربوه. فاذا وقت الشعر بتلاقوا كثير عم بهر، شو بنعمل؟ قصوا وانتبهوا ما يفوت على تمنا حتى فاكهه. الكتاب عندنا اياه، But I love fruits، كل الكتب موجوده على موقع بيت الله. بتاكل تمر؟ ايه قليل. ليش بدهم يهروا الشعر؟ تيروح منا هالعلم وهالمعرفه وهالذكاء. تحت كل شعرة في 50 مليون شمس، تحت كل شعرة. مشان هيك ستنا فاطمة والعذراء وكلهم بيتحجبوا لمن بيستنيروا، حتى ما تحسدهم أو تقول ليش هي ضوت وأنا لا. الأرمن إذا أنتوا حجابكم هيك، الأرمن هيك حجابهم، وبعدين إجوا لهون شالوا. راح العلم، حضروا فيلم Meeting with Remarkable Man،
ابنة 8 سنين، قال له لبيو أمي ميتت وأنا بسموت وين منروح؟ هالعلم بلش يظهر هلا في إنترنت، العالم كله ضايعة، كبسة زر بتفوت، شو ما بدك بالعلم موجود. أسرى بعبده إسراء ومعراج، مش بمحمد، وكل رجال بتعيط له محمد بده يرد بلبنان، حج وحجة بيردوا. رحت بدي أخذ باسبور أجنبي، البتريدي تعيلت له طيب أنا بدي أحط الاسم، بدي أسمي حجي حجي، قال لي مريم this is Muslim. قلت له ما بدي باسبورك ولا بدي بلدك، معي باسبور كوني ومعي أمريكاني وكندي بس قلت له ليش ما بدنا نسمي حالنا حجي وحجي؟ أنا حجي، كلنا حجاج، كلنا ضيوف، كلنا عم نقطع من جسر لجسر هيك، بس عندهم كره للعرب وما شافوا منا إلا الشر يعني حقهم. بس هالحضرة الوحيدة بأمة العرب، إن شاء الله يطلع 3 4 5 6 10 من أهل العرب منن عربين بس أصحاب الميزان، وتعملوا محطة تلفزيون ما فيها ولا دعاية وما فيها ولا هالشك بالشيك ولا كل هالبرامج المنحطة. ساعتها بتخاف أمريكا وبتخاف إسرائيل، بتقول وعيوا صحيوا العرب، الصحوة يا عرب. إجا الحبيب وقال كلنا عباد الله من إماطة الأذى إلى لا إله إلا الله. دخيلكم أسرار كبيرة، هيدا هو الكتاب هون، شو بتشوف مين ما بدك. وقت اللي راح وحده وقال له السلام عليكم للرسول، على قبر الرسول، وعليكم السلام، قال له شفته مثل ما أنا شفت؟ قالوا له إيه، قال له انطعوا لي راس ادعسوا لي على رقبتي. كلكم بتكون بالحضرة بتشوف مع مين، شو بتشوف؟ محمد، بتشوف علي، المسيح، رابعة، كريشنا، كلهم حضرة بريزنس. السند بريس، الآن أنت معي، قال له المسيح للي على يمينه. فوتوا من باب العلم، اقرأ أيها العربي، لو ما بيقرأ ما بشوفه عندي بالبيت إلا حامل الكتاب. بصير يسكر باب على مهلي هيك بلاقي. هذا سر كلهم عايشون. في كثير في شغلات ما فيك تحكيها بس تعوا احضروها، ما بتنتهي والحل بسيط. بس احنا يعني هيك لانه العلم حلو، مالتي ويف اوسيليتر. برضه واحد كان عايش على وقت تسلا واسمه جورج لاكوفسكي، وهذا الشخص عمل طريقه زي يعني هالجسم موجود كيف الزابر تبع هولدا كلارك، لكن بدون ما المس شيء، اشعاع قدامي بيرسل بيستقبله شيء خلفي وانا بكون بالوسط، بصير يرسل يرسل من خلالي عم يمر هذا الاشعاع، والاشعاع يلي عامله بطريقه يلي هو متناغم مع الجولدن مين ريشيو اللي هي نسبه الطبيعه. خلص خلى طاقه تطلع من هون لهون وانا بالوسط، وهالطاقه ماشيه على هي 1.618 اللي هي نسبه كل شيء طبيعي موجود، نسبه الجسم الانسان، الكف هاي لهاي، الهاي لهاي، الوجه الكذا، الجسم، نسبة الطبيعة، الكعبة مبنية بنفس الطريقة، الأهرامات في مصر مبنية بنفس الطريقة. فهو عمل هذا الجهاز هيك شيء، إشعاع بيطلع بيستقبل، وهالإشعاع نفس نسبة الطبيعة، ما كان في مرض يوقف بطريقه. يا حبيب قلبي دخيلكم افتحوا باب العلم. ونفس الشيء ما حد بيعرف عنه شيء. ما فيني إلكم الأورجون بوكس، فيني يقروا يعرفوا يعملوها الأورجون بوكس. أي حدا فيه يعملها بس بده يكون يعملها عن وعي. ليش؟ لانه هالاورجون بوكس عم يجمع الطاقه يلي موجوده، ممكن تكون طاقه حياه، ممكن تكون طاقه موت. تجوا بتتعلموها عندي ميشيل حدي طبيب وعمله، عملها عندي بالبيت ورح هي موجوده. بدها تكون النوايا صافيه، وبده يكون الجو يلي انا فيه صافي، ما يكون فيه تلفزيون، ما يكون فيه ضو نيون، وما يكون الومنيوم. نقرا الكتاب موجود على الموقع اللي هو اورجون اكيوميليتر هاند بوك لجيمس ديميو من تلاميذ رايخ. ف وهذا من تلاميذ كمان فيني إلكم، جربوا إنكم بس تطلعوا لعندي على البيت عدوا ربع ساعة بهذا المربع. البذور كلها بتتغير. هذا الشخص اللي قلنا عنه باتريك فلانيغان عمل طريقة، من كتر ما هو هالشخص نابغة صار عنده كتير اختراعات، بس بيعرف إذا حطها في براءة الاختراع رح يتوفى هو قبل، رح يصير في إكسباير على البراءة قبل ما يقدر هو ينشر الفكرة، فرح خلاهم عنده يحطهم بالوقت الصح ومع الناس يلي بيعرفهم، لأنه تعذب كثير في حياته. عمل طريقة يلي هي نفس الشيء يمشي مع طاقة الطبيعة. إذا بقول لك إذا بتحط بذرة خضرة، بذرة فاكهة، بذرة شجرة، شو ما كان،
مجرد ما حطيت هاي البذرة لو كان فيها تشويه جيني لهاي البذرة وسلطت عليها هذا الإشعاع ترجع البذرة زي ما كانت من ملايين السنين. ترجع بتصلح، بترجع جينياً، ما بعرف كيف، بترجع نفسها جينياً مثل ما كانت من ملايين السنين، بترجع على طبيعتها مثل ما بلشت. بس محمد أنا اختبرها، يعني ما عندي هالعلم اللي عندك يا، بس كان شعري من قبل ما تجي هالموجة بس هيك حطون بزريعة الضعيفة تقوى الزريعة، حس الشعر في طاقة قوية كتير. هلأ من بعد ما حطت إسرائيل هاي الموجة هالناس عم تر شعره وهيك، صرت حطيتون بزريعة تموت الزريعة، صرت حطون بالنفايات، صار الشعر مضروب، ضربوا الشعر ميت، شو ليه عم بيعملوا فينا هيك؟ قال لي لحتى لي كل واحد مثلك عنده ذرة من العلم من هيك ما يقدر ينشرها ويضلوا مكبوتين العرب ما عندهم العلم. شو الحل؟ الديماركيشن لاين، بدنا نحط علم النوايا، ما حدا فيفوت فينا إذا كنا قوية بالنوايا، صف النية ونين بالبرية. في واحد من كبار علماء المسلمين خليفة مدري شو هيك حامل خمرة وماشي، عجبوا هيك، قال له يكون عندك نية منيحة حللها وحرمها. مش طاقة النية هي طاقة الخلق، هاي بدنا نقويها هون، كيف بدنا نعملها؟ كل واحد بدنا نعرفها، أول شيء بدنا نعرف نميز بين طاقة النية وبين العقل، لأن العقل كتير كتير شاطر بيضحك على الواحد. هلا كل واحد يمد إيده ويحرك يمين وشمال، يا عمي أنا ما عم أفكر، كيف عم تتحرك هالإيد؟ ما في فكر، ما في أمر عم يجي يروح، روح يمين روح شمال، لا، في إشي أبعد من هذا العقل وهذا الفكر. كيف عم تتحرك؟ مين عم يعطي هالأمر؟ مين اللي عم يحركها من هون لهون؟ شو هو هالشي اللي عم يحركها؟ هيك بنتعرف على طاقة النوايا، هيك بنعرف نكون موصولين مع طاقة النوايا. والعالم يلي عايشين فيه ما هو إلا نتيجة هالنوايا اللي موجودة عند البشر، يلي عم بيقول كافر وشر وكذا وهيك، أنا اللي جبتها. لو في 100 على وجه الأرض نيتهم في مكانها بيقدروا على هالمليارات يلي عم يعملوا شر، بس تكون هالنية في مكانها. طاقة النية هي طاقة الخلق، والناس يلي حاكمين الشر سميهم شو مكان بهالعلم، عندهم هذا العلم وللأسف بيستخدموه بالشر مثل يلي بسموه سحر أو هيك. الحلقة الجاية بركي بنحكي على الرموز كيف عم يستعملوها، كيف عم يقووا طاقة النية تيوصل للشي اللي بدهم إياه بالشر للأسف. بس نقوي هالنية، ما حدا يقول هالمجتمع فيه مشاكل هالطائفية هالمشاكل هالكذا هالهيك، صعب الناس تقرأ، صعب الناس تعمل، ما حدا يحكي بالسلبية. إذا أنا كنت شايفها وشايف إنه العالم في خلال سنتين رح يصير جنة، واحد عنده مرض يشوف نفسه إنه ما رح يكون عند المرض، يشوف نفسه، يعني أنا هيك النية بتشتغل، أنا بكون شايفها للإيد رايحة، شايفها من جوا إنه حتكون هيك حتكون هيك حتكون هيك، مش عم أفكر بشي. لما الشخص يلي عنده مرض، شو مكان سرطان شو مكان المرض، لما أنا أشوف نفسي إنه لا، بعد ساعة بكرة بعد شهر ما حيكون عند المرض، رح أكون صحيح، رح أكون عم بلعب، عم أعمل شيء اللي بحبه، عم برسم، عم بسوي، عم بلعب موسيقى، يكون شايف نفسه إني رح أكون هيك، شايفها بنيته، مش عم يفكر وعم يحله هيك، لا، مجرد ما شافها صارت. ويلي فوق هيك بكون عند الله، هذا بعرف أنا إمتى الحد يلي عندي والحد يلي جاييني من فوق بعرف، بس بشكل عام مجرد ما شفتها راحت خلص، هاي طاقة النوايا، كن فيكون. الله حط روحه في هالإنسان، لشو سجدوا كل الملائكة؟ فهاي هي الطاقة. هلأ هالبشر يلي عم يحضر، إذا كان يلي عم يحضر في أي شخص موجود ونيته في مكانها، يلي حواليه رح يتغير ورح يصير يلي حواليه نظيف وجنة وهيك. ننتبه كيف تعاون الأديان للأسف هم أوسخ ناس. دائما تعجبت بنك بيسمي نفسه إسلامي في الأردن، دخلت على البنك كان في عندي شغلة وأنا في جوا البنك عم بتفرج هيك، تعجبت عم بقول غريبة ليش البنك نظيف، عارفه دائما وسخ للأسف بسموا حالهم مسلمين، عارفوا البنك دائما وسخ، عم بتفرج بعدين انتبهت اني داخل على البنك الغلط اللي هو راس مالي وتجاري ومن هذا الكلام، خلاص انطبعت ان هدول الاشخاص لانهم ما بيحكوا بالاسلام ما بيحكوا بالدين، دائما صار في عندهم قوه طاقه الكره الكثير، طاقه الغضب الكثير، الطائفيه القويه كثير، هذا شو راح يجيب غير الدمار والوسخ والقرف.
لو كان إسلام حقيقي أنظف شيء، أخضر أرض، أجمل أشياء، أجمل فن. الأخلاق موجودة، دائما الأخلاق على رأس كل إشي. بس ما بلزمنا غير الأخلاق، النية الصافية منغير العالم كله خلال فترة كتير بسيطة. لها سبب علم النوايا أقوى من أي شيء تاني. نطلب كلنا من هالأمة العربية يلتقى أفراد نحط فيها ميستري سكول موجودة حول العالم ممنوعة بأمة العرب. بأي بلد عربية نحن اثنين خدام نعلم هالعلم، علم النوايا، العلوم الباطنية، العلم بالتعلم كما الحلم بالتحلم. ما شفتوا انه بكل محطاتنا ما حدا عنده اخلاق بس هالحضرة؟ ما شفتوا المدارس كلها شو عم تعمل؟ المستشفيات؟ ما شفتوا المؤسسات الإنسانية؟ علماء الدين، علماءكم شر علماء منكم، تخرجوا الفتنة وإليكم تعود. ما شفتوا هالفتاوى اللي بتنعطى؟ ما شفنا هالكنائس وهالمساجد وهالمعابد وهالهياكل؟ هيدا المسجد الوحيد، تعوا تنبني الساجد. منشكركم وإن شاء الله حدا يوعى ويصحى ويقول صدقة لله.